نبدأ بإدخال العمل هنا الموضوع والعنوان الفرعي الثاني وهو Film for the Film. على هذا الموضوع مثل ما قلنا قبل بعد بعض اللحظات الموضوع ما في ناقل هذه في الأغل وغير الحجم من هنا ثم أضغط على أي مكان وأضغط عليها وأحركها هنا أغير الألوان وتفتح بين هذه الكلمة ثم ننتقل إلى أي مكان في الشريحة نضغط هنا مثلا ثم نكتب العنوان الفرعي الثالث إذا كانت هناك أخطاء في الكتابة يجعلنا نصلح هذه الأخطاء مثل تقام الوضع ناخذها إلى هنا نغير نحددها ونضع اللون مثل السابقة ثم نجعلها غير ما غير الممتلئة مائلة ونسجل حجم آخر نضغط على أي مكان نضغط على أي مكان في الشريحة ثم نضغط على الكلمة نفسها ونحركها أسفل الصورة تكون موازية مع الصورة موازية مع الكلمات الأخرى نكبر حجم هذه العريضة نحسس توازي الكلمات مع بعضها البعض نسحبها إلى أسفل ونسحب هذه إلى أسفل وتكون الكلمات جميعها متوازية مع بعضها البعض إذا لا أريد استخدام خلفية لها أضغط هنا هنا أريد على الكلام وأسحب الخلفية هنا نلاحظ أنها لا توجد لها خلفية من خلف هذا الكلام ثم نضغط على حرف A مرة أخرى وتظهر لي الخلفية مرة ثانية عند الانتهاء من هذه الشريحة الثانية نضغط هنا هنا هذه الشريحة تظهر لي الشريحة بشكل رئيسي نرى ماذا فعلنا في هذه الشريحة أولا المنظر من بعيد لهذه الشريحة ثم ندخل داخل هذه الشريحة عن طريق الزوم إن نكتب سؤال إضافي للطلبة أسفل هذه الشريحة يظهر لنا هنا التصحيح التلقائي ونختار الكلمة اللي تناسبنا هنا الكلمة اللي تناسبنا ثم نختار مثلا هذه الكلمة كتبتها بشكل خاطئ تظهر لي الأمثلة التي أريدها فأستخدم الكلمة التي تناسبني ثم أكمل بقية السؤال مثلا هذا الخطأ نعدل عليه هنا ثم ننتظر نكتب كلمة كان شوف
علامة هذه الاستفهام وأغير هذا إلى أكبر حجما، أغير إلى أكبر حجما ثم بشكل غير مائل بدون خلفية، ثم لون مثلا نستخدم هذا اللون أو هذا اللون أو لون أكثر بالوزن مثل هذا اللون، ثم نحددها ونستخدم جهاز ردي ونضغط عليها، ثم نضغط عليها وتتحرك في الشكل الذي يناسب هذه الشريحة. نحددها ثم نضغط على اللون مثلا هذا اللون. أصبحت عندي هذه الشريحة. إذا أردت أني أزوم فقط على هذا السؤال عند الانتهاء من هذه الشريحة واحد أثنان، ثم أريدها أن تزوم على السؤال حتى يركز الطلاب أكثر على هذا السؤال، أضغط الفريم عندي، أضغط هذه الفريم وأخذها بهذه الجهة وأتحكم بها موجودة invisible frame، سأتحكم إلى نهاية السؤال. مثل ما نرى أنه يذهب في النهاية إلى نهاية السؤال. يوم تشوفين هكذا تغير هذه السؤال، فأنتهي من العمل. أعود مرة أخرى إلى الشكل الرئيسي، أسحب الزوم تشوفين إلى آخر نقطة منها، ثم أريدها أن تظهر لي هذه أولا، ثم تظهر هذه، ثم تظهر الزوم على السؤال. أريدها أن تعود مرة أخرى إلى أقل حجما، أريدها أن تعود إلى أقل حجما هو الشاشة الرئيسية مثلا. أحد إدس بار واحد سوف تأخذ كابتشر للشاشة الرئيسية، فأسحبها إلى نهاية الكلام. إذا أردت أن ألاحظ ماذا فعلت إلى الآن ولكي أعدل على الشرائح التي ظهرت بشكل خاطئ أو الشرائح التي تحتاج إلى تعديل، أنتقل إلى بريزنت حتى أستمر بعملي أو أمسح هذا العمل من جديد. فأضغط إلى بريزنت، تظهر لي الشاشة الرئيسية الأولية. أنتقل للأسهم إلى أول شريحة موجودة عندي وهي العنوان، ثانيا الشكل الرئيسي، ثالثا الشريحة بشكل تفصيل، ثم الشريحة بشكل زوم، ثم التركيز على السؤال والنظرة الرئيسية للشريحة، ومن ثم أضغط هذه العلامة تعود إلى التصميم الثاني. أضغط على الشريحة الثانية التي أريد تصميمها وهي وأضغط زوم تصميم، والشريحة الثانية الزوم تصميم وهي إكروسيس تشغل. أضغط العنوان الرئيسي لدي على هذا العنوان. هنا أضع العلامة مرة أخرى. تظهر لي صورة الشخص. ثم أضع عنوانا فرعيا، أنا لا أريد عنوان فرعي هنا، إنما أريد أن أستحضر الخريطة التي
جعلتها في الموضوع عندي، لأنه لكي لا أجعل البرنامج جميعه كلام في كلام، أريد أن أستخدم خريطة وأطبق على هذه الخريطة طريقة رحلة في كروزي. فأحب أنشر أمس وأبحث عن الخريطة وأحضر من أنشر الأمس الموجودة عندي وهي باسم خريطة العالم. أفتحها هنا. كتبها لي خريطة العالم بهذا الشكل. أريد أن أتحكم بها فأكبر حجم هذه الخريطة. أكبر أيضا هذا الحجم وأصغره بالشكل الذي يعجبني. سأستخدم هذه الخريطة، وأنا لا أريد أن أكتب على هذه الخريطة، إنما أريد أن أستخدم الأسهم. وإذا أردت أن أحضر أسهم أريد أذهب إلى إنسير درو أرو، فتظهر لي الأسهم وأستخدم هذه الأسهم مثلا من هنا إلى هنا، ومن ثم أستخدم السهم. إذا أردت أن أغير شكل هذا السهم أصغر حجمه، أكبر الحجم، أغير اللون، أو أحفظه إلى مرحلة أخرى، أو أحذف هذا القلم. أريد أيضا أن أستحضر سهم آخر وهو مثل قلم، وأستخدم سهم آخر وهو إلى هنا. أصغر حجم هذا السهم أو أغير لونه بطريقة التي تعجبني، أو أحرك هذا السهم. أريد أن يصل إلى هنا، وأيضا أستحضر سهم آخر إلى أن يتناسب مع درسي بشكل نهائي. هذا السهم من هنا إلى هنا، ثم سهم أخير وهو إلى هنا. أيضا أريد أن أستخدم علامة الإكس وهي موجودة في الصور حتى تتناسب مع درسي. وهو سمس انشر سمس. ايضا استخدم علامة الاكس الموجودة عندي، نضغط اسمها حتى تنتبه، افتحها هنا. استخدم حجم هذه العلامة واتحكم بها لان الدرس سوف يقع في هذه النقطة. هنا سوف أكتب نص، أضغط في المكان، وهذا النص سوف يكون باسم كريزو شيف. وأغير لون هذا النص مثلا البنفسجي، ثم أصغر هذا النص وأريده غير مائل وغير ممتلئ، وأريد به خلفية مثلا، وأريد أن أسحب هذا النص، أضغط عليه وأحط هنا شيء. إذا أريد أن أعرض أولا هذه الشريحة سوف تذهب بهذا الشكل من بعد الجميع، ثم هذه الشريحة، ثم هذه الشريحة. إذا أريد أن أستخدم علامة الإكس أزوم عليها عشان الطلاب يندمجون معي في علامة الإكس، سوف أستخدم من الفريم كابتشر على هذه العلامة. نستخدم من الفريم كابتشر على هذه العلامة.